أنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال الصائمين للإفطار في الخيمة الرمضانية التي تقيمها المحافظة على شاطئ كورنيش مطروح للعام الثالث على التوالي. ويشارك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح طعام الإفطار في أول أيام الخيمة الرمضانية، كما تقدم الخيمة عقب صلاة التراويح ندوات تثقيفية ودينية مع مشايخ الأزهر بمطروح ومديرية الأوقاف للرد على أي استفسارات للمواطنين.